هلا والله، كيفكم؟ شخباركم؟ مقطع جديد. مقطعنا اليوم فكرته نروح لكل مطعم يعني ونقول له عطنا أغلى شيء عندك في المنيو. درايف ثرو طبعا. ايه درايف ثرو، يكون كلها فيها درايف ثرو. ابدا ما سرقناها. هو كل اليوتيوب سرقات يعني عادي. احنا اول سارقين هذه جديدة. اول مطعم معنا بيكون ساين. ما قد جربنا ساين ولا عندنا فكرة عن اسعاره ولا اي شيء. طيب قبل ما نبدأ المقطع راح احط لكم حساب بنت اسمها مرمر، يوتيوبر، محتواها اكل واشياء زي كذا، فاذا تحبون مثل هذا المحتوى انزلوا تحت في الوصف تلقون قناتها تحت، ولا تنسون تدعمونها وتدعموني. وبس وصلنا ما شاء الله 50,000 مشترك. شكرا لكل شخص موجود بهالرقم، شكرا لكل شخص يحط لايك ويعلق، اللي ينشرون لنا عموما والله شكرا، ما تقصرون. التيك توك اللي ينشرون لنا، اي والله انتم اللي ساعدتونا كثير. وبس يلا نبدا مع مقطعنا. اغلى شيء عندكم موجود كل شيء ده. لا بس ما ابغى وجبه، ابغى يعني زي ساندويتش كذا. بشر ولا حول الدجاج كلها نفس السعر؟ اي ايه بعطني لحم. وشو؟ لحم شي ثاني؟ يقطعها نصين تكفى. ما خله يقصها نصين. الفوف؟ لا كت ان هاف. تمام شي ثاني؟ شكرا. تفضل قدام. مرة موحدين اسعارهم يعني كل مكان اللحم اغلى. ساندويتش لحم ها؟ ايوه 16 ريال. رخيص صاين ها؟ مرة. الصدق ما توقعت ان اسعاره كذا، انا ما ادري ولا عندي خلفية واول مرة نجربه. اي والله اول مرة نجربه وفرصة نجربه اصلا، يعني دائما نشوفه زحمة مو طبيعية الزحمة اللي عليه. ما اتوقع الناس كلها تتجمع على شيء مو حلو يعني. شكرا. ايوه. متفقين باليوم الوطني. يلا الحين نشوف ساين اللي احنا اخر ناس في السعودية جربتها. والله ساين يعني لازم تجي في وقت بدري كذا عشان ما دايم ما شاء الله سيرة طويل. انا اشوف السرعة كنسل ام العشاء كله. برجرهم طبعا سلك لي مقطعة. ايه من دجاجة خبزة شكلها حلو. هذه ب 16 ريال لانها يعني بدون وجبة ولا شيء بس برجر. متخيلين انه يعتبر هذا الشيء اغلى شيء في المنيو. الوجبة اتوقع ب 24. مثبتين اسعارهم يعني كل الوجبات عندهم ب 24، دجاج، لحم. يلا ابدا انت يا محمد. ابدا انت. تبغى تبدا انت؟ شكله نوني يبغى يبدا. إذا البرجر ما عجبك تقدر تسترجع فلوسك. ما في طاقة. شوف شكل البرجر. صراحة لذيذ مرة. قبل ما آكل بأكل أنا كثير ماما. والله جودة عالية. إيه. ما توقعتها كذا أبداً. والله بهالسعر وبهالجودة يعني أهنيهم ما شاء الله، الله يوفقهم، الله يوفق أي أحد يتاجر و يعني ويوفر على الناس. اتوقع اللي بهالحجم بيكون ب 23 لحاله بس. هذا لا ب 16 او 20 صح ولا لا؟ ايه. كم تقيمه؟ 9 من 10. 9 من 10. انا الصراحه تحمست اكثر شيء اني اجربه لان ابوي مره مدحه وكلام ما شاء الله يومين ورا بعض. فقلت يعني رهيب. فاتح جنب بيتهم يعني على طول بيكون زبون دائم. ايش فيك؟ مو حلو. شكله كله طماط. طبعا معنا مهاجم الهلال حق الناشئين او الاشبال. محمد ليه طقطق الولد؟ ما طقطق واجد سو لابس شورت بعد. هو بيخلص يروح يلعب بالحار. وبس خلاص خلصنا من هذا المطعم، يلا نروح للي بعده. ابغى اغلى برجر عندكم. ايوه برجر غالي بس ما في وجبه. ايوه كله سمسم سعر. انا يجي شباك. ها انا يجي شباك دقيقه. يتعبون. ايه ابغى برجر غالي فلوس زياده. ايش غالي؟ ايوه لحم دجاج ما في مشكله. بدون وجبه. بدون وجبه ساندويتش. بدون
ايوه دجاج لحم دجاج ما في مشكله ايش غالي جيب. في مشكله في التواصل. كابتن هافا كم قال 20 هنا ولا نروح هناك؟ نروح هناك بس ما اعطاني فاتوره. شوفوا ايش جابوا الانس بيضه كندر. اصبر ماما ناكل بعدين. اول شيء امي عيب جايبين لباربي مشوفوا ولدي وش لابس. المفروض يجيبون له كسارات ولا كوره. ورجعنا بعد ما استلمنا وجبتنا من برجرايزر. مبدئيا كلهم 16 ريال هذا والساين كلهم 16. او هو ما فهم علينا. هو ما فهم غالبا لاني قلت له اغلى شيء عندك ما فهم. قلت له فلوس زياده جيب. ما اتوقعت انه فهم يعني ما في اوضح من كذا بس شكله ما فهم. شكله ما فهم انا متاكده ما فهم. مو معقول برجرايزر يعني اغلى شيء عندهم 16 ما ادري. نشوف حجمها كيف مع بعض. طيب شكلها جديدة عندهم. كيف جديدة؟ يما كيف جديدة؟ نفس الاسم من التايزر دائما نطلبها. خذ يلا حقتك. شو شكلها؟ والله ندور لكم ضب. ما في. برجرايزر الصراحة من أفضل مطاعم اللحم عندي يعني كجودة. فنجرب. والله مستوى ساين افضل. لذيذ الصراحه بس ساين يعني تجي دبل تجي ملغمه اكثر نهايه تحسونها اصغر. هذه تسليك مره تحسونها تسليك. يعني قطعه اللحم مره سخيفه مره كلاسيك مره عاديه يعني مو هو اللي مثلا قلنا له عطنا اغلى شيء قام حط الحره فهمت. ايوه ما عندهم وجبات جديده وشكلها في المنيو كبير يعني هذه قديمه انا اعرفها من اول ما فتح برجرايزر. هذه اللي اخذها مع البرجر الاساسي عشان تسد باقي الجوع يعني. اقيمها 7 من 10 يعني حاط لي الخس كثير كذا عشان بس ما احس ان اللحمه قليله. خلاص هذه كانت تجربتنا الثانيه بنروح للمطعم اللي بعده. الحين جينا عند مطعم كريسبش. ابغى اغلى برجر عندك يكون اي شيء لحم دجاج اي شيء. اغلى شيء. شوف المنيو عندك نفس السعر جبها واحدة منها بس نفس السعر يعني. يلا يلا ضحك. كيف حالك طيب؟ أبغى أغلى شيء بس يكون مو بوجبة برجر يعني. في المنيو عندك في شيء برا المنيو؟ إذا أغلى شيء جبها. شيك شيك واطلب اغلى شيء. خايفين. ها؟ وش اللحم ولا الدجاج؟ خلاص اي. زين السعودي يا شيخ يفهم عليك. يا المطعم الثالث كريسبش. طبعا مطقم معنوني نفس الطقم. هذا قلنا له عطنا اغلى شيء عندك والصراحه ما ندري وشه بس شكله شيء كبير. اوه سطل زي كنتاكي. واو هنا في صوص. واو محمد شوف في خبزه شوف. اي شوف شلون. واو هذه بيلها تربيعه ما يصلح. اي والله انس انبسط انه في بطاطس. حار والله. هذا طلع علينا ب 33 ريال سطل. وفي كم كل افخاذ دجاج صح؟ قال افخاذ دجاج و يعني كاتشب مناديل. كيف الصوص؟ جيد خفيف. امي ما ادري ليش انس ما يحب الصوصات. امي طب خذ هذه عشان انا باكل الماء. انا 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 عطني اياها عطني اياها شكرا. يلا زي كذا شو شلون مسوينها؟ كلها كذا. حلو شكلها. يمكن تقريبا 5 حبات مع هذا الخبز. واحد البطاطس مره كثير. حر. انتظرنا والله ربع ساعة. ربع ساعة وحار باقي مستعجلين. ها
حتى نوني يبغى ياكل بطاطس حار. يا ماما ما ترجعها خلاص. اصبر اصبر. ايه حار اصبر. اوه تتبيلتهم سبايسي والله. تتبيله الحاره ولا دمده؟ اكلها تتبيله حار سبايسي مره. سبايسي مره. ايه دجاجه اسمها اصلا لا حليب وما ادري وش دجاجه. ليش ما جاب لنا اياها عادي؟ ولا السبايسي اغلى؟ ما ادري والله. اذا اللقمه ما تبرد ما تبرد تنزل حاره. مستمتع الصراحه حلو بس انه غير انه حار سبايسي حار حار. كم تقيمه؟ بحط عند المكيف. صح 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 8 من 10. حلو الصراحه بس انا افضل صدور الدجاج ما افضل هذه. انا ومحمد نفضل الصدور بس كفكره وكذا حلو. طقطق على ماما. كنا يطلنا زري زي الكحة. لا يعني قبل ما عض اللقمة كذا في لفحة سبايسي كنت تجي بصدرك. والله لذيذ. أيوة محمد شمر. قروشني ترك كم طويل. أتوقع بكذا نكون خلصنا أكل اليوم. أهم شيء يوم طلبت خلصت أقول له أقطع بالنص. قال لا يا حبيبي هذا مو برجر. قلت طيب. واضح ان اول زياره لهم. ايه حلو بافكار المقاطع هذه انها تخليك تجرب مطاعم يعني ما كنت بتجربها بدون. اي صراحه يعني اوكي صح ممكن رحنا برجرايزر واشياء زي كذا بس ما ندري وش المطاعم اللي هنا في السويدي يعني فاتحه جديد او مثل اللي عندنا في الشمال. فقلنا نروح للمضمون بعدين شفنا كريسبش بالصدفه. كنت تعرفينها من قبل انت؟ انا اعرفها كاسم بس. انا لو مو سبايسي اعطيتها 9 بس عشان سبايس اعطيته 8. جرب الخبز. وبس خلصنا من كريسبش الحين بنروح ل لاخر شيء يعني بيكون كافي. بنطلب اغلى شيء عندهم. ما ظنيت اغلى شيء عندهم بيكون مشروب يعني غالبا بيكون يا ليت مشروب يا ليت. يلا نشوف ايش بيطلع لنا. السلام عليكم. كيف حال؟ ايش اكثر شيء غالي عندك؟ فلوس زياده عندك ايش؟ زياده؟ ايوه غالي اكسبنسيف. اوكي جيب واحد كبير ولا صغير؟ لا كبير. بس وش؟ ايس سبانيش. الله كويس انه مشروب. نطاق عليه خليه يجيب اثنين. كل اثنين؟ اي خلي اثنين. ها؟ ختامها مسك. ايه ندلع. حر والله. اتوقع بكم؟ ايه كان التحدي بكم يعني؟ 16 17 ولا 26؟ شوف الفاتورة. انه مو مرة يعني له فروع كثير اتوقع في 16ات. اذا اغلى من 16 مشكلة. 30 ما شاء الله. شوف شلون شكله؟ مرة حلو. مشروبنا من درايف كوفي. طبعا صح علي طلع المشروب الواحد ب 17. شكله حلو تشوفون؟ مره مره حلو. واتوقع انه كبير اكبر من اي مشروب تلقونه عند اي كوفي. ولا لا؟ حلو صراحه. يعني الحمد لله انه ما طلع لنا حلى مثلا. اي والله جفاف يعني كل اللي اليوم قاعدين ناكله بدون مشاريب. موزون او ما قلبنا زين ترى بنرجع نتوهق قبل المراره. كم تقييمك له؟ 9. 9 الصراحه حلو منعش وبارد. سعر حجم حالي بزياده. اي سعر حجم طعم وحتى قهوه مو مره. القهوه مو مره مره فانصحكم فيه. وبس بكذا وصلنا لنهايه المقطع. اذا عجبتكم فكره المقطع اكتبوا لنا تحت. برضو اذا عجبكم المقطع لا تنسون تحطون لايك وتشتركون في القناة. 50,000 جبناها بسنة. تتوقعون بنوصل 100,000 بسنة ولا أقل؟ فلا تحرمونا من دعمكم. بس مع السلامة. نقول مع السلامة.